اللقاء اللي فاس الان اللقاء اللي تشيل مقر حزب الاصاله المعاصره بفاس الكنس جهه فاس الكنس، وكذلك هو لقاء مع منظمي الحزب اللي عطيناهم صوره حول حزب حول العمل الحزبي، ودعيناهم الى تحرك حزبيا والقيام بمهامهم الانتخابيه وبقوه وبكل قدره على الدفاع على حقوق الناس اللي صوتوا عليهم واختارهم. نحن مقبلون على مرحلة سياسية تكون قوية شيئا ما، قررنا فيها أن نناقش القضايا كتمواطنين بكل جرأة وبكل صراحة. هذا التحالف الحكومي كان قد تحمل بعض التجاوزات، الآن حان الوقت لمناقشة جميع القضايا والتعامل معها بكثير من الجرأة والشجاعة، لأنه لا يمكن أن نقوم بإدارة الشأن العام بنوعين من المجاملات، بل يجب أن نقوم بإدارة الشأن العام بكثير من الجرأة وبكثير من الشجاعة وبكثير من الصدق. والصدق في بعض الأحيان يخلق بعض النقاشات، وهذا إيجابي جدا، لأن مصلحة المواطن ومصلحة العملية السياسية في المغرب تقتضي أن نكون صادقين وشجعان وفي كثير من إنكار الذات وبكثير من الدفاع عن مصالح الناس. المحكمة الابتدائية السابقة بفاس، المحكمة الابتدائية بفاس فوتنا لوزارة الصحة لأنه غادي يدير فيها مركز ديال مركز طبي للفحص الطبي، السيد وزير الصحة باتفاق مع وزير الصحة اللي طلب باش هاد البناية الشاسعة تحول إلى مستشفى كبير، وافقت على ذلك لأنه وزارة العدل غير محتاجة لهذه المؤسسة الآن. المحكمة الاستئنافية السابقة غادي تحول إلى محكمة إدارية، المحكمة التجارية ابتدائية واستئنافية، وغنخلقوا المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس. هذا بشكل عام. بالنسبة لأرض السجن، أرض السجن كاين جوج المشاريع مشروع غادي يكون فيه مستشفى الأمر العقلية لوزير الصحة، هذا كبرنامج، وغادي ندير فيه مركز لمعالجة المدمنين الشباب المدمنين اللي كيتحلوا على المحاكم واللي كيتبت في إطار ظاهرة 74 اللي كيتبت بأنهم يدمنون من أجل معالجتهم حتى لنعرضهم للاعتقال والسجن. السيد الوزير ما راح يتطور في القصارات؟ القصارات مازال الآن شرنا له في القانون الجنائي أنا أدعو إلى تجريمي أن المكان القاصر هو المدرسة وليس هو الزواج، لأنه لا يمكن أن نضحي ببناتنا من أجل ترضية غرور البعض الذي يريد التزويج بالقصيرة. القصيرة مكانها المدرسة، وتزويجها وهي قصر جريمة يشمل يعاقب عليها القانون. لا، هذه من النصوص اللي نص عليها قانون العقوبات البديلة، وهي الحكم على مرتكب الفعل اللي تصالح مع الضحية ديالو واللي قدم ضمانات واللي قدم التزامات المالية تجاه الدولة، انه يقضي العقوبه السجنيه ديال خارج داخل البيت ديالو، ولكن بقيد الالكتروني حتى لا يخرج من بيته، نجد حلولا، وكذلك سيكون قريب من ابنائه وسيكون كذلك يمكنه ان يشتغل من بيته. شكرا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.